الذي يشوفوا يتمتعوا بهذا المنظر الخلاب اللي في إفران. وإفران غنية عن التعريف، ضروري ملي تحس بالثلج ضروري خصك تجي لإفران. اين منطقة إفران وحلا جماله؟ مكناس. مكناس يعني مولفين كتجيو لإفران؟ مولفين تقريبا كل شهر كل شهرين كل شهور على حسب ما كتسنح الفرصة، تكون فرصة مناسبة كنجيو. شنو الحوايج اللي متميزين اليوم في إفران؟ فيها كل شيء، يعني مدينه لو غتقول مدينه اوروبيه وسط المغرب، فيها كل شيء متميز، فيها الهواء النقي، فيها الخضره، فيها المناظر الخلابه، فيها يعني ها انت كتشوف الاميوه، وحنا الحمد لله مستقيل شويه الماء شويه في هذه الاونه الاخيره، الناس توحشات الماء وبالصيف راه تجي تشوف غير الماء. الحمد لله على كل حال. قال لك كورونا فعلا الناس عانوا الامرين صراحه، لا من ناحيه صحيه ولا من ناحيه اقتصاديه ولا من ناحيه اجتماعيه ونفسيه، ولكن الله سبحانه وتعالى ان بعد العسر يسرا. شنو تبغي تقول الرساله ديالك للمغاربه اللي مازال ما جاوش من مدينه افران؟ او مدينه افران بلا ما نوصيهم يجوا لمدينة افران، راه هي كتعيط، راه ما كاينش شي مغربي اللي ما كيبغيش افران. اللي كان دير واحد الاحصاء، يعني واحد السونداج، انت سونداج، راه ما كاينش واحد اللي ما كيبغيش افران. مدينه يعني هز على كل مغربي، و ياسين بعثني باش نشتا السياحه الداخليه بحقها. هاد الناس مساكن هنا راه لا صحاب الخزاين ولا صحاب لوطيلات ولا صحاب سميتو الريستورات وداك الشيء، تما عرفتيني تروج شويه مع هاد الكورونا اللي فات، والحمد لله يكون خير ان شاء الله. في مره جيت مدينه مكناس، هزي شويه الميكرو. جيت مدينه مكناس، جينا مدينه افران، جينا نشوف كيفاش عرقينا شويه، ماشي بزاف ليكم، مي مزيان الاجواء الصراحه زوينه بزاف حنايا. كيفاش والله الا زوين الصراحه من الروتين ديال مولفين كتجيو كل عام كنجيو ليه يعني ضروري هذه مساله. وشنو الحاجه اليوم اللي عجبتك من بيت الفراي؟ بزاف الحوايج الصراحه، بزاف هي غنيه عن التعريف، ماشي زعما زوينه الصراحه بزاف، كتعجبني انا شخصيا، كتعجبني كنرتاح فيها، بزاف ديال الحوايج فيها زوينين. هادشي ما كاين اخويا صراحه، مدينه خلابه بالمناظر ديالها، بزاف ديال الحوايج ديالها فيهم زوينين الصراحه، ما بغات ندموش. اليوم ما لقيتيش تكلم؟ ما لقيتش تكلم، امشي هادشي اللي عند الله. زهرك زهر اخويا، تبارك الله عليك. ماشي مشكل، المره العام الجاي ان شاء الله يا سير. سلام، انا سميتي الياس. منين جيتي يا الياس؟ جيت من مدينه مكناس. وشنو السبب ديال التواجد ديالك اليوم في مدينه افران؟ بغيت نستمتع بالثلج، وبغيت نلعب مزيان شويه على حسب. عزيزه عليك مدينه افران بزاف، تمشي تخيل مولف كل عام تنجي كل العام مبرد مبرد بزاف، وتيطيح فيه الثلج بزاف شويه، وكل شيء فارح. وهذا في الحقيقه عجبتني هذا ديال الماخ. عاد غادي انت نلعب انا عاد مع اختي، تنقول لهم اجيو مرحبا والف مرحبا اجيو، وغادي يستمتعوا وغادي نلقاو كل شيء موجود لهم هنا. السلام عليكم، انا اسمي عدنا قداري، عمري 10 سنوات، جيت من مدينه فاس. حقا افران كانت رائعه، واستمتعت بالثلج الذي كان فيها. جاني مزيان، كنا كنلعبوا انا وخويا وعائلتي بزاف، واستمتعت به.
ماشي ديما كنجيبو غير شي مرات. دابا في دوك الاعوام دي كانت جات فيها جائحه كورونا، كنا محبوسين في الدار وكنا كنديروا لوازم السنويه، هذا ما قدرناش نجيو افران باش نستمتعوا بها. كيعجبني الثلج ديالها لان المنطقه الوحيده اللي كيطيح فيها بزاف ديال الثلج، وكتميز بانها كتواجد بجبال الريف. كنقول الناس ديما مازال ما ديما مازال ما زاروهاش، يجيو يشوفوا الجمال ديالها، والسائحين يجيو يشوفوا التاج والحدائق والمتنازعات والانهار، يجيو يشوفوهم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.